اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا فيه شويه حاجات كده احنا بنحب ناكلها بره، ولكن لما نعملها في البيت اكيد الطعم مختلف. احساس ان احنا نعمل حاجه بتتعمل بره واولادنا بيحبوها نعملها جوه البيت، ده احساس جميل جدا، لان الاولاد هتعجبهم الحاجه ومش هم ممكن يخرجوا يتفسحوا يشربوا حاجه ساعه ياكلوا حلويات، ولكن الاكل اساسي في البيت حاجه مهمه. هعمل البرجر النهارده، بس هعمله بطريقتي الخاصه، برجر مع بصل مكرمل. بما ان احنا في بشاير البصل الابيض الجميل الحلو ده كده عجبني لونه وعجبني شكله، فحبيت اعمله مكرمل النهارده مع قطعه برجر لطيفه وجميله فيها خبره طهويه، واخده الصويا البودر واخده الفليفر والتوابل. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. معانا كمان لسان العصفور النهارده، هنعمله طاجن بالطماطم، حاجه سبايسي كده محرمشه حلوه. لسان العصفور من الحاجات الجميله اللي ممكن تتنوع في المطبخ، نعمله مع كبد، نعمله مع لحمه مفرومه، نعمله مع فراخ، انا هعمله النهارده بصلصه الطماطم والفلفل، حاجه هتعجبكم ان شاء الله. معانا النهارده سلطه بتقاوم المناعه، وسلطه كمان مشاكل الانيميا، البنجر. البنجر بلونه الحلو جميل جدا وقيمته الغذائيه عاليه جدا، ولكن الاولاد دايما بيعترضوا على الطعم بتاعه، فاحنا هنعمله النهارده سلطه البرجر بالخضار، هتعجب حضراتكم، معاها جرجير ومعاها كرنب لطيف وجميل، بالتاكيد الحلقه هتعجب حضراتكم النهارده لان مكوناتها بسيطه وسهله في متناول الجميع. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي شغل كتير وهعمل برجر النهارده اتحدى بيه المطاعم بره، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للخبرة الطهوية وتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. عايز أعمل برجر النهاردة للأولاد، أعمله فراخ أعمله لحمة، هي التركية واحد، والفكرة بس إن احنا بلاش نستخدم لا بيض ولا بقسماط في البرجر، مش هيبقى زي طعم برة. البرجر عايزة تاكليه زي بتاع برة، لما بقول برة مش برة مصر، يعني زي المطاعم، يعني برة البيت عشان نفهم الموضوع صح. مقاديره على الشاشة، معايا الصويا بتشتريها من اي محل بتاع بقوليات او عطاره، ومعانا لحم مفروم هبره ممكن تكون ضاني او كندوز نسبه الدهون لا تتعدى 30%، ومعانا كمان بصل جميل زي الفل البشاير بتاعته، البصل الابيض الحلو انا بحبه لما يتكرمل، ومعانا طبعا ثوم وبصل ومعلقه من الكاتشب والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وزبده طبعا عشان نكرمل بها البصل. هي بره مكونات البرجر. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة في متناول الجميع، ولكن الطعم والخبرة الطهوية مع المغازي. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. هي اهم حاجة نأمن على حتة اللحمة تكون حلوة معانا كده، هناخدها بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. ضاني او كندوز مش هتفرق، يعني هي المشكلة ممكن تجيبها كندوز وتحط عليها حتة ايه ليا ضاني، قلبت على ضاني عادي خالص. انا بقول لك على حاجات، لما تروحي مطعم وتطلبي كيلو كفته ضاني مش هتجيلك ضاني كلها عشان ما نضحكش على بعض. حته اللحمه الكندوز بتجيلك مفروم عليها حته ليا، ويا باشا ضاني وحياه عينيا. هناخد الصويا اهي، تنقعها في شويه ميه ساقعه مش ميه سخنه، ما هياش برغل، تنقعها في ميه سخنه، خلي بالك دي غير البرغل، صويا من عند العطار. بالشكل ده كده حطها في الميه شويه صغيرين بس تطرى كده، وناخدها كده ونحطها على اللحم. لما بناكل برجر جاهز مثلا او بعض المحلات لما بتعمله بتلاقي فيه قرشه كده تحت اسنانك، القرشه دي ما هيش عظم متكسر ولا حاجه، هي الصويا. ممكن الصويا دي تقلبيها على اللحم بعد ما يتطحن كويس زي ما انت عايزه بقى، في حته برجر بتلاقيها ناعمه وفي حته برجر بتلاقيها خشنه تحت اسنانك، فبتختلف من مكان لمكان ومن براند لبراند. انا هطحن الصويا مع اللحمه المفرومه. حلو الكلام، اخدت كده كل الصويا اللي في الميه، او من بلد لبلد او من مطعم لمطعم. حلو الكلام، تعالوا مع بعض. نعم يا فندم، كميه الصويا الله عليك يا دوحه، واضح انك انت هتاكل برجر النهارده. كميه الصويا لكل نص كيلو لحمه يتحط عليها نص كوبايه من الصويا، يعني تقريبا نقول 150 جرام لكل كيلو لحم يتحط له 150 جرام صويا. في قلب الكبه هنحط عليها بصل، والبصل بقى ما تجيش هنا بقى نبقى حاطين كل حاجه بالشكل ده ونحط بصل سليم، يفضل البصل مفروم بالشكل ده كده عشان كله يتقلم مع بعض. ده بصل زي الفل،
شويه ثوم. وارجوك يا ست الكل بلاش الثوم البودر ولا البصل البودر في الخلطه بتاعه البرجر، ثوم طازه عندنا اهوت زي الفل. حلو، تسلم ايدك. واحط مكعب زبده مع الخلطه دي، هي دي التركايه. لما تسيح جوه حته اللحمه بقى تحس ان حته اللحمه فيها جوسي كده وفيها طعم وفيها مزازه وطريه ولطيفه زي الفل، بوجود حته الزبده ومكعب الزبده اللي حطيته جوه خليط البرجر كده زي الفل. هنا معايا روزماري بعطره كده اهو في قلبه، ده الجديد بقى زي الفل. هنقلب كل ده مع بعضه وبعدين نحط التوابل بعد ما يتخلط. حلو، التقليبه الاولى امسك كده بالراحه خالص، يعني لازم الخليط ده يتقلب كويس بمعلقه خشب كده او السبتيولا دي كده، دي موجوده في المحلات بتاعه الادوات المنزليه. شوف بعمل ايه، اه بجيب اللي تحت فوق كده واقلبه واتاكد ان الخليط كله يتقلب مع بعض. طبعا بيكون عندي الجريلا بقى سخنه. طبيعي انك انت ممكن عايزه توفر وقت ينزل على مفرمه، انت طبعا مش هتشغلي المفرمه عشان نص كيلو لحمه، هتلاقيهم كلهم راحوا في زور المفرمه تدوري على اللحمه ما نزلتش من المفرمه. حلو، انا بقول لك على الحاجات اللي بتحصل علشان تبقي انا صادق معاكي. فيفضل الكبه، بس الكبه طبعا ايه بتاخد مجهود منك شويه في انك انت ايه بتقلبيها زي ما انا بقلبها كده. اه خلاص، هي الخبطه دي وخلاص وشكرا. اه شفت زي الفل. اعتذر عن الازعاج وانا اسف جدا. ادي حته البرجر بتاعتي، هنبدا نحطها في البايركس بتاعنا ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اه الله، حته لحمه ملبن. شفت ازاي؟ يا نعم، هو ده سؤال جالنا من الكنترول دلوقتي، قال لك محتاج ان انا احط اللبابه بتاعت الفينو ده، بقت كفته، بقى بوفتيك، ما بقاش برجر. عشان كده في البداية خالص قلت ممنوع منعا باتا نحط بيض وبقسماط في البرجر، عشان كده احنا بنغلط في حق البرجر بنغلط في حقه. احنا بنقول برجر ما نقولش ايه هامبرجر، نحط نقول برجر او بيف برجر او تشيكن برجر او فيش برجر. حلو، ادي حتة اللحمة بتاعتي زي الفل، اقلبها كده. حتة الزبدة فيها رايحة جاية، دي مهمة جدا، مكعب زبده كده اهو، وجوده في حته اللحمه غير الليه وغير الده. الزبده لما تسيح مع التسويه بتخلي لك حته اللحمه فيها طعم وجوسي اهي. ننزل بالتوابل بتاع ايه توابلها بقى، هو ده الكلام. توابل البرجر معروفه بسيطه وسهله علشان ما تضيعش مننا الطعم. فلفل اسود ده اساسي، يفضل مطحون ايه طازه. حلو الكلام. اه والملح بتاعنا، كل ما كانت حتة اللحمة طازة تقليل التوابل علشان تستطعم اللحمة، وشوية بابريكا حلوين كده. لو فراخ حطي كركم، لو احنا عاملين برجر فراخ حطي كركم وشوية زعتر.
اقلبها تاني ايديا كده. اللهم صل على النبي. ومعانا جريلا بتسخن على النار. طب انا عايز اعمل دواير البرجر او اقراص البرجر زي برضو ما بشتريها من بره، اعملها ازاي؟ هعلمك دلوقتي حالا. حلو ما شاء الله، الحته اللحمه فله خدت زي ما هي كده. الله، دول لو احنا قعدنا نقسمهم بقى مثلا تكلفتهم مثلا كلام فاضي عشان نتكلم الصراحه يعني. تعال اشتريهم بقى كيس بقى برجر بمبلغ وقدره، وما انتش عارفاها لحمه ايه في الاخر عشان نتكلم اللي ايه الصراحه. فلما تعملها في البيت دي حاجه مضمونه. حلو الكلام. شيل الخلاط كده. عايز اعمل برجر زي بره، اعمله ازاي؟ هعلمك دلوقتي حالا. تعملي كذا قطعه وتخزنوهم في الثلاجه وقت اللزوم، او وقت انك انت عايزه تاكلي ولادك سندوتشات برجر. ادي ورقه زبده. حلو. ونحط على ورقه الزبده دي، بنحط عليها كده شويه زيت صغيرين. انا بشتغل باقل امكانيات، مش ان احنا مش عارفين نجيب الحلال، بس انا بعلمك ازاي باقل امكانيات تقدري تعملي مطبخ متغير الطعم ومتغير اللون ومتغير الشكل وقيمته الغذائيه عاليه، وفي نفس الوقت كمان حاجه ولادك يحبوها. ده زيت زيتون عشان البرجر ما يلزقش في ورق الزبده. وفي مكن بيطلع لك البرجر ده، المكنه مبلغ وقدره. يعني بقول لك على اللي فيها يعني، تعملها 5-6 آلاف جنيه. طب انا عشان اكل ولاد برجر اجيب مكنه ب 5-6 آلاف جنيه؟ حلو. ادي ورقه الزبده، دهنتها زيت، واخد العجينه بتاعتي الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي، وافرتها هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شكل برضو مستطيل او مربع ايا كان، الباقي هنلمه تاني ونفرده لغايه لما ناخد الايه الاحجام اللي احنا عايزينها. السماكه بتاعت البرجر بقى بتاعتك انت بقى، انت والطاسه بتاعتك. عايزاها تخينه هتخليها تخينه، عايزاها رفيعه شويه هتخليها رفيعه شويه، بتحب البرجر ويل دان بتخليها سميكه قوي، وهكذا. بالشكل كده السماكه واحد. عندنا القطاعه، في قطاعات بتاعة الفطاير منها كتير، دي بتاعة البيض، حلقات البيض بتجيبيها بتحطها في طاسة وتحط الحلقة بتاعة البيض. بس يا مغازي لما باجي اعمل البيض في البيت البيض بيلزق، دي لازم تسخن كويس مع الطاسة اللي بتعملي فيها البيض، لازم درجة الحرارة الطاسة والحلقة بتاعة البيض يكونوا الاتنين سخنين، ونحط الزيت هنا ونبدأ نحط البيض كده. في الحلقة دي مش هتلزق في الحلقة بتاعة البيض، بتلزق امتى؟ لما بتحطيها وتكسري البيضة، فبيبقى الزيت سخن والطاسه سخنه، اما دي بارده. دي مهمه جدا، فممكن تقطعي بيها وممكن تقطعي بالايه بالقطاعه دي زي ما انت عايزه، زي ما احنا حابين. يا نعم يا استاذه. حلو، هنحط الزيت هنا. شوف انا بعمل ايه. بس هي دي، شفت الحركه دي؟ دي زيت هنا. واجي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعملت واحده. حلو الكلام. الله، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ واحطها هنا تاني مع بعض، ونيجي هنا. لا وانت عارفه مكوناتها ايه، عاملاها بايدك، وعارفه اولادك بيحبوا البرجر سبايسي ماشي، اولادك يحبوا البرجر فيه نسبه دسامه عاليه ماشي، زي ما انت حابه. هتلاقي كلها حجم واحد. عايزه تخزني شويه بتحطهم في طبق الثلاجه او طبق التغليف او طبق التخزين، وما بين كل طبقه وطبقه كيس بلاستيك او رابل التغليف. ده بكر كده بيتجاب عشان ما تلزقش كل واحده في الثانيه. دول ثلاثه عيني. حاضر، نعمل دي كده مع بعض. طب بقيه اللحمه يا شيف هتعمل فيها ايه؟ هنلمها برضو، وفي نفس الوقت ايه هنشكل منها ونطلع ليه الاحجام اللي احنا عايزينها. بس خلونا نعمل ايه 5 قطع كده من الكميه اللي معايا اهي. واحده اخيره معلش عشان اطلع فاصل اهو. بص كده اهي، الحمد لله جايه بالظبط. اشيل اللحم كده من حواليها اهو، وهنلم اللحم ده تاني ونشكله تاني. علمتك ازاي
بطريقة بسيطة وسهلة، تكلفة قليلة جدا، قدرتي تعملي وتكوني عندك مهارة في عمل البرجر. خلونا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع تاني نشكل اللحم ده كده ونطلع منه كمان اتنين، ربنا يكرمنا ان شاء الله. يبقى احنا عملنا كام؟ 5 و2 7 قطع برجر، كل واحدة فيها حكاية، كل واحدة فيها خبرة طهوية، انت عاملاها بايدك، عارفة مكوناتها، ملحها كتير، الفلفل كتير، سبايسي مش سبايسي، بصل، توم، بتقدري تتحكمي في مكوناتها لاولادك وجوزك وضيوفك. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير وتفاصيل عمل البيف برجر بطريقة لطيفة وبسيطة مع البصل المكرمل ده الجديد، لا بيض ولا جبنة. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف البرجر كام. 2 6 7 2 4 6 7، حلو قوي. اللحمه قد ايه؟ نص كيلو لحم، حطينا عليه برجر، حطينا عليه قد ايه صويا، حطينا تقريبا 200 جرام للامانه. حلو الكلام. حطيناهم في ميه بارده 10 دقائق 5 دقائق كده، وبعدين خدناهم حطيناهم مع اللحم وحطينا عليهم البصل والثوم، ولطيفه يعني تقريبا 7 سندوتشات برجر. بس عايز انا اقول حاجه كده في عجاله، مش بتدخل في تفاصيل كتير، انتوا عارفين انا يهمني الموضوع اللي بتكلم عنه، بس انا بشجعك انك تعملي الحاجه دي في البيت. دوري يبقى 7 سندوتشات برجر، معانا العيش برده 7 لقم برجر، معانا بصل بقى، دي الخبره بقى، بصل هنكرمله ازاي ونعمله الكرمله بتاعته مع الباربيكيو صوص مع طحينه، حاجه واخده سكه تانية وطعم تاني، ده اللي انا عايز اوصله لحضرتك. مش عليه حته الجبنه والبيض زي السندوتشات العاديه، لا، الموضوع هنا مختلف. معانا طاسه على النار، حلو قوي، بعود روزماري كده، شفت انا بعمل ايه؟ خبره بقى، شفتي وانا بعمل كده طعم الروزماري في الكسرة. هيعمل لك كده الراجل بتاع المطعم بتاع البرجر؟ ابدا، مستحيل يا اختي، هو فاضي لك؟ عنده سيستم بيطلع له الاوردرات، عايز ينجز عشان يخلص الورديه ويمشي، ده الطبيعي. شفت الروزماري؟ والروزماري هنا، حلو الكلام. الله الله الله، شفت الحلاوه دي؟ هو ده، هو ده، نشيل ده من هنا نخليه هنا، حلو. والله يا بقى ونصيبنا تاخد السته، يعني كده هي ما تقدرش تاخد اكتر من كده، دول كام؟ 6، حلوه قوي. ونسيبهم على النار في طاسه شديده الحراره، ده مهم جدا على فكره. ليه يا عم الشيف؟ عشان الحتة البرجر نحافظ على السيوله اللي فيها والجوس اللي فيها والطعم اللي فيها. في حياتك اوعى تفكري تشوي لحمه او تشوي فراخ او تشوي سمك على جريله بارده او طاسه بارده، ده مهم جدا على فكره. معانا واحده كده نخليها على جنب وعلى نفس البلانشه، تعالوا نشوف ازاي هنكرمل البصل مع بعض. طاسه على النار، بنحط في الطاسه دي شويه زيت ونخليها شديدة الحرارة مع شوية زبدة، وعندنا بصل شكله حلو قوي على فكرة، سبحان الله، ده البصل بتاعنا الجميل الحلو، شايفين البصل وحلاوته؟ يا ولد ده يتاكل بقى مع طبق سلطة، ني حكاية زي ما هي كده. البصلاية باخدها، حلو. اكرمله ازاي؟ وانا معاك دلوقتي هوريك ازاي البصل يتكرمل. ده يتحط على وش حتة اللحمة، حكاية. تعالي بقى شوفي مطعم يقدمه لك كده، مستحيل مستحيل يا أختي. نعم يا غالي، ده بقى بتدخل بقى في الخبرة الطهوية. قطعت البصل على البلانشة بعد اللحمة، هتسألني أقول لك ليه؟ لأن البصل ده يخش النار، لو أقطع بصل هناكله كده ني أو هنحطه في سلطة يفضل تغيير البلانشة أو غسلها عشان ما نتفلسفش كتير. هنا الزيت على النار شديد الحرارة، حلو قوي، بنحط مكعبين من الزبدة، اللهم صل على النبي. وناخد البصل يا عم الشيف نسقطه على الايه؟ على الزيت والزبدة، اللهم صل على النبي. ده بعد ما يستوي ويتكرمل وطعمه بالفليفر والروزماري والزعتر وياخد طعم الباربيكيو،
الله. اسيبه كده؟ لا، ولا سنه هيستوي. الحلقه هتخلص ونروح ولا لسه استوى. طب تعمل ايه حالا دلوقتي؟ اقول نعمل ايه؟ ده روزماري حطيته مع البصل، روزماري اخضر وحلو خليه دايما في مطبخك. ومعانا غطا زي الفل كده، شويه زيت كده على الوش، شويه زعتر على الوش عشان ريحه البصل. ومعانا غطا نغطيه، عشان نعمل عمليه ايه بقى؟ انعكاس للبخار، حاجه كيميائيه كده يعني، انعكاس للبخار ودرجه الحراره. تلاقي البصل ده ما خدش من الطايم 3 دقايق واستوى معاك زي الفل. هنخليها على النار كده وننساها شويه. وعندنا البرجر اخباره ايه؟ نبص عليه كده ونقلبه مع بعض. نشيل ده من هنا عشان عايزين نعمل طاجن لسان عصفور بالفلفل. حلو الكلام؟ اللهم صل على النبي. النظافه يا اختي اهم حاجه، نظافه مطبخك يا نعم. دي الشوربه بتاعت لسان العصفور. ما تقلقك، تبص على البرجر كده، ايه رايك؟ شوف البرجر، شوف حلاوه البرجر. لا ده انت بتهزر بقى، تفك مين يا غالي يا راجل يا طيب؟ انت بتهزر؟ شفت الكرمله؟ الله، الف هنا وشفا. ممكن ناكلها عادي من غير عيش، من غير خبز، زي ما انت عايز تاكلها سندوتش، زي ما انت عايز. ممكن تكمل سواها في الفرن زي ما انت عايز. حطيت روزماري ليه في الطاسه اللي انا بحمر فيها؟ ده الجديد بقى، التحمير تحمير صحي كده وفي فليفر وفي طعم. حتى تخليها تستوي كده براحتها، مفيش اي مشكله. تعالوا مع بعض نعمل طاجن لسان العصفور مع بعض. مقاديره على الشاشه، نحطه على النار عشان يبقى عندنا وقت نعمل سلطه البنجر بالخضار. طاسه على النار، معانا لسان عصفور. نشوف المقادير ولا خلاص يا شباب؟ حابين ايه؟ لسان عصفور اهو، ومعانا بصل، ومعانا توم، معانا فلفله حلوه، ومعانا فلفل رومي لطيف وجميل، وجوزه الطيب دي اساسي، وفلفل حار، واختياري الفلفل الحار، وسمنه بلدي. السر في طاجن لسان العصفور شويه السمنه البلدي. خلي بالك، تحمير لسان العصفور في السمنه البلدي هو ده السر. الله، زي الفل. هنخليهم على النار كده يدفيهم شويه من غير اي حاجه، ولا سمنه ولا زي ما هو كده، هندفيه وبعدين نسقط عليه السمنه البلدي. ده الجديد. نار كده، وتحط لسان العصفور، لانك انت ياما مطلعاه من الدرج بتاع المطبخ، جايباه من السوبر ماركت، يدفيه كده وبعدين نسقط عليه السمنه البلدي مع بصلايه ناعمه مع فص يا نعم. افصح عن السؤال يا 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 اخي، قول عايز ايه؟ فسر لي يا مدحت، شفيق فاروق عايز ايه؟ انا لما بقول بدفيه لسان عصفور فيه رطوبه، لانه ده مكرونه متصنعه، فانا عايزه يتحمر وعايزه يشرب السمنه البلدي. فاعمل ايه؟ مش عايزه يتحمر جامد، فانا بسخن الطاسه وبنزل بلسان العصفور من الكيس واحمصه شويه كده من غير اي حاجه خالص، ادفيه زي ما بعمل السمسم كده واعمله سمسميه، او الفول السوداني واعمله ايه فوليه، ادفيه كده من غير اي حاجه خالص. دلوقتي اول ما انزل السمنه البلدي هتلاقي لسان العصفور ده بيزغرط، يقول لك ايه؟ العب يا واد. شفت؟ دي بقى ده دي ده دي الخبره الطهويه. بس انا كده من غير ايه تقليبه خالص كده، شفت التقليبه دي كده؟ هتلاقي لسان العصفور اتحمص كده وخد لون من غير اي حاجه خالص. طب لسان العصفور ده متصنع من ايه؟ من دقيق وبيض ورشه ملح ورشه زيت. دقيق وبيض ورشه ملح ورشه زيت. يعني مثلا نقول كوبايتين من الدقيق بياخدوا بيضه، بياخدوا ربع كوب او معلقتين من الزيت ورشه ملح. ده تصنيع المكرونه او لسان العصفور بمكن متعدد الاشكال والالوان والمواهب والتكنولوجيا. نرجع للبصل بتاعنا. اللهم صل على النبي. لا، شويه بصل حكايه. هنسيب اللحمه وناكل البصل. شفت البصل ده ازاي؟ شفت البصل؟ شفتي؟ شفت؟ التغطيه دي مهمه جدا. شفتي اللون اتغير ازاي؟
لسه ما خلصتش. بص بص الكرمله طلعت ازاي، بص بص على الحلاوه، ده كان ابيض. اه شفت ازاي بدات تيجي من تحت يعني، ونغطيه تاني. اه الخبره هنا والتركيه هنا في ان انا اجيب غطا محكم. اه والله دورت على الغطا والطاسه قبل ما افكر في الموضوع. اه الشكل ده كده البرجر اخباره ايه؟ نبص عليه. اوه اوه اه شفت الحلاوه، شفت الجمال. اه درجة حرارة الفرن كام؟ 180. هندخلهم الفرن. الله، في تركية اعملها هنا بقى، بس دي في سرك يعني. الشوات الجوس اللي نزلوا من البرجر دول، او البهريز اللي نزل من البرجر ده، تقدر انك انت تستغليه في لسان العصفور. شفت المطبخ بقى وشقاوته؟ في بهريز نزل دلوقتي في الطاسة، وفي فليفر نزل من الطاسة. بعد تسوية البرجر باخد الطاسة دي اللي مكان تحمير البرجر، في حاجتين، يا اما اخد البصل ده اقلبه فيها دي حاجه، يا اما اخد السائل ده اعمله مع لسان العصفور. خليكي كده عندك فراسه في المطبخ بتاعك. هناخده زي ما هو كده يا عم الشيف وندخله الفرن. اه بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين تطلعوا فاصل يا شباب؟ اه الله الله على الحلاوه. لا لا بالله عليك، استنى استنى بس عشان انا ايه قلب الصغير لا يتحمل. شفت الحلاوه، شفت الحلاوه. اه يا ويلي يا ويلي، لسان العصفور دلوقتي ما حدش قده، حدش قدك، حدش قدك، واخد الخبرة والطعم وكل حاجة. اه نرجع تاني البرجر للفرن. الله يا حلاوة. بص على البرجر كده ودعه ايه الحلاوة دي، والصورة تسبق الحديث على شاشة القناة الأولى. تعالوا مع بعض نقلب لسان العصفور. سيبوني بقى أعيش مع لسان العصفور وأشوف إيه حكايته لما حطيت له طبعا البهريز والخبرة الطهوية بتاعة البرجر اللي أنا عملته، وفي قلب الطاسة والمغازي جاب الخلاصة. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لشوية لسان عصفور. تسلم إيدك يا ماما، يا ست الكل، يا أمي، يا ست الكل، يا زوجتي، يا ست الكل، يا أختي، يا خالتي، يا عمتي، يا حماتي. الله إيه الحلاوة دي، إيه الجمال ده. تركيا هنا خدنا البهريز اللي نزل من البرجر. طبعا يعني مش لازم إنك تكوني بتعملي لسان عصفور وعندك برجر، بس هي طالما دي موجودة فأنا بعلمك إزاي الافتكاسة حسب الحالة اللي انت فيها في المطبخ. عملنا برجر وعندنا جوس، بتعملي شاورما وعندك جوس، بتعملي تشوي لحم وهكذا، بتحمري فراخ وهكذا. فخلي عندك دايما الحضور في انك ازاي تعملي افتكاسة حلوة في المطبخ. ادي لسان العصفور اتحمر بمعلقة سمنة بلدي، طعمه حكاية، في البصلة، في التومة، معلقة الفليفلة الحلوة اللي هي الهريسة الحلوة تنزل كده. اوبا ايه الحلاوة دي يا شيخ، ايه الجمال ده. الله، عندك شوربة فراخ في التلاجة، شوربة لحمة في التلاجة، مفيش لا ده ولا ده، معاك المغازي، لا تفكري ولا تحتاري، هخليكي تختاري بعون الله. اه شفت اللون، شفت الحلاوة. اه لسه ما خلصتش، اللهم صل على النبي. عندي شوربة بقى على النار، الشوربة دي من صنع ايديا وحياة عينيا، عبارة عن بوكي جرنيه، بصل، توم، كل دول مع بعض. خليناهم يطلع النار، قالوا الكلام، ولازم نصفيهم كويس بمصفى زي دي كده. الله، لان عايزك تجيب اللون الحلو ده كده اللي في قلب الطاسه. بالله عليك اللي تزور النبي يا اخي، اللي تزور النبي، هو ده هو ده هو ده. شفتوا الكرفس طالع ازاي؟ هو ده. الله الله، بس خلص الكلام من قلب. أول مرة أشوف لسان العصفور بالطعم ده. نسيبه على النار. شوف اللي جاية دي بقى، برضو دي من ضمن الافتكاسات يعني. معانا البصل اتكرمل أهو، بص على البصل وحلاوته. خلاص كده تمام. ده البصل اللي كان معانا من شوية، فاكرينه؟ اللي حطينا له زبده، ايه اخباره؟ بص عليه كده، بص على الحلاوه. ده اللي هنحطه على وش البرجر بدل الجبنه وبدل البيض.
اهو عينيا، شويه كاتشب عليه، معلقة سكر عليه بما ان هو غني بالسكر البصل الابيض بالذات. بعمل انا الباربيكيو صوص بطريقه غير مباشره، خلي بالك. ايه مكونات الباربيكيو صوص؟ خلي التفاح، كاتشب، معلقتين من النشا، توم طازه. ليه حطيت نشا يا شيف؟ عشان يديني القوام. شفت؟ خد البصل لون، احط له شويه فلفل اسود، الله، شويه بابريكا، الله، وقلب تاني كده. ده هيتحط على وش البرجر، هتاكل صوابعك وراه. ده البصل الابيض اللي كان معانا من شويه. عايز الفراسه بقى بتاعه فرسان التلفزيون المصري، اخواتي وحبايب مصورين، يجيبوا البصل الابيض قبل وبعد. انا هحط ده جنب ده بس عشان نشوف الخير اللي احنا عايشين فيه. حلو الكلام. ده بصل ابيض كان معانا من شويه، بنشوفه عند الراجل الفكهاني، بنعدي عليه كده ونقول ايه، فين التفاح يا عم؟ تفاح مين ده؟ التفاح. انا عارف انك بتحب الصوره الحلوه دي كده. الله، شايف البصل؟ هو ده اسمه يخنه. يخنه البصل. انا شويته على النار بزبده بزيت بخبره طهويه، غطيتها كويس، حطيت معلقه كاتشب، معلقه سكر، شويه سبايسي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ هو ده. طيب، بشة جوزة الطيب على لسان العصفور. ليه جوزة الطيب يا شيف؟ بتدي فليفر وتعلي الطعم، ما تكتريش منها، زي الفل. تقلبة حلوة. الله، تقومي تعملي ايه بقى؟ واحنا شغالين كده في السكة، في السكة، في السكة. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ بس الله يا كده حطيتها في قلب الايه؟ في قلب لسان العصفور. أولا دي حكاية، دي حكاية بقى، دي حكاية، عايزة قاعدة وعايزة كلام حلو قوي. لسان العصفور خلص كده معايا، والسندوتشات خلصت معايا، خلينا نغرفها مع بعض. طلع البرجر من التلاجة ونحطه على العيش بتاعنا، ده الطبيعي. عينيا البرجر في الفرن اهو. يلا صل على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهو ناخد البرجر ده كده من هنا. شفت الحلاوة دي؟ شفت الشقاوة دي؟ شفت الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. برضه شوف الافتكاسة دي اللي هعملها حالا دلوقتي وانت معايا. ده المطبخ. شوية شوربة من دول، شوية شوربة من دول. الله، عايش في حبك، عشقي المطبخ، عشقي المطبخ. مكان تحمير البرجر، لسان العصفور الحلو اللي عندي، تعالى يا حلو. شفت الشقاوة؟ بص على الشقاوة، بص على الشقاوة، هو ده. لف محلات الدنيا بقى وشوف حد يعمل لك لسان عصفور بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي، ونسيبه على النار يعيش. شوية لسان عصفور مش زي ما قال الكتاب، زي ما قالت الطاسة. سيبيه على النار. يا فندم، شفت ده بقى فين؟ ده في حاجات تفاصيل كتير قوي، في طعم كتير قوي. لو انت بتعمليه من غير التكنيك اللي انا عامله ده، مستحيل. بجد بجد هيدعي لي اللي ياكل من ده. نرجع لموضوع البرجر. البصل المكرمل عندي. عايزه تحط جبنه؟ انت حره بقى، ما انت الجبنه دي والبيض اللي الولاد بياكلوه بره. ده بصل حط على وش البرجر كده، ألف هنا وشفا للي ياكل. اللهم صل على النبي. للأمانة هنسيب اللحمة وناكل البصل ده. أنا بعمل الحاجة اللي ممكن ولادك هم حابين ياكلوها بره، بس بتكنيك عالي بطريقتك أنت. هي دي بقى شقاوة المطبخ، ودي فراسة المطبخ وانت واقفة فيه كده. معانا بصل ومعانا طماطم، نجرنش الطبق بتاعنا، حابة تحط مايونيز وكاتشب اختياري،
دي بتاعتك. تعالى يا حلو، اللهم صل على النبي. برزنتيشن، خليك زي شغل الايه المطاعم عادي، وارد تعملي الجو ده حلو برضو. بقت سفينة من البرجر، فلفل اخضر، لا كتاب ولا كراسة، المغازي جاب الخلاصة. هتقولي لي بتجيب الكلام ده منين؟ ما اعرفش والله، هي بتيجي لوحدها كده بقى. ما نقول ده ارزاع راي فاروق. لا كتاب ولا كراسة، المغازي جاب الخلاصة. نعم يا فندم. زي ما هو كده حلو الكلام. خلص البرجر، تعالوا نشوفوا لسان العصفور هنقدمه لحضراتكم ازاي. ده حكايه بقى، لسان العصفور ده لو قعدت اتكلم عنه للصبح انا مش عارف هو طلع معايا ازاي للامانه يعني. ارزاق. الله الله. اكله دي قولي عليها اكله. يعني ايه اكله؟ يعني اكله كده الواحد ياكلها مع طبق سلطه خضراء مع فراخ مشوية. نعم يا ست الكل، مع فراخ مشوية وخلص الكلام زي الفل تمام. دي عايزة طبق سلطة خضراء، عينية، طبق عايزة طبق سلطة خضراء، وعايزة حتة بطيخة حلوة كده. بطيخ الموسم السنة دي الحمد لله زي الفل، كل ما اجيب بطيخة الاقيها حمراء. هناخد لسان العصفور ده كده. الله، شوية البصل اللي أنا حطيتهم في الآخر دول عدلوا مزاجه. حاضر. اللهم صل على النبي. حلو أوي، مش محتاج حاجة، مش محتاج يخش النار، زي الفل كده. خلصنا لسان العصفور وعملنا البرجر بتكنيك عالي. إحنا معانا طبق سلطة بالخضار. خلصنا يا شباب زي ما انتوا حابين، ممكن نعمله مع بعض سلطه البرجر بالخضار. حلو. بالفلفل. ده برجر حلو، ومعانا تشكيله من الكرنب الاخضر والاحمر الحلو ده كده، ومعانا زبادي، ومعانا طحينه. ده لما يشارك مع البرجر بالتاكيد بيكون الطعم مختلف. المقادير على الشاشه. حابين نكملها يا شباب ولا وقتنا خلص؟ المصداقيه والشفافيه دول دول دورنا زي الفل. ولكن تعالوا نعملها مع بعض كده سريعا، لان السلطه دي انا شخصيا بحبها بما فيها من قيمه غذائيه عاليه جدا ومكوناتها، وخاصه البنجر. بنجر موسوعه من المعادن، مضادات اكسده، يقوي المناعه، يعالج الانيميا بمكوناته، والسكريات بتاعته سكريات امنه، عشان كده عندنا مصانع السكر العالم كله يشهد لها وشطار في عمايله. تعالوا مع بعض نعملها بسرعة كده، واحنا شغالين احنا ورزقنا قدرنا نكمل مع بعض. اهلا وسهلا، ولكن تبقوا عارفين احنا ماشيين ازاي ودورنا ازاي. حلو. الطبق ده كده اللي هنغرف فيه السلطة. هناخد شوية كرنب من دول، الله الله عليك لما تشتغل ومزاجك رايق يا مغازي. انا برسم الطبق خلي بالك عشان نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. خدت الكرنب الابيض ده كده كده، الطبق جاهز. نرجع بقى للايه للبنجر بتاعنا بسرعه كده. معانا شويه جرجير حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، تعال نمسك البنجر ده نقطعه ازاي. كله بيسأل البنجر لما بنيجي نسلو ما بنلاقوش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بناكله بره في المطاعم مع الفاست فود بتاعنا بالشكل ده كده، انا ما بحبوش بالشكل ده كده. لازم ياخد طعم، ياخد طعم الليمون، زيت الزيتون، بقدونس. حلوة، كفاية دول زي الفل. تعالوا نشتغلهم مع بعض سريعا كده. بنحط البنجر ده هنا كده. انا ما جبتش حاجة غريبة، البنجر انت بتعمليه لولادك دايما، بس بالطريقة اللي انا شغال بيها ديت طبعا طريقة جديدة. ده جرجير،
الولاد بيعترضوا على طعم الجرجير وهم بيحبوا البرجر، فحط لهم كده طعم في الايه؟ في البرجر. جرجير مفيد جدا. بلاش العروق عشان ما تبوظش اسناننا. بنخلص منها كده ونحط الجرجير ده هنا كده. شويه بقدونس عشان الطعم. ركزي معايا بس، معلقه طحينه صغيره. بس خلاص. حلو؟ شويه زيت زيتون. دي سلطه برضو زي ما قال الكتاب. زيت زيتون. حلو؟ عصير ليمون. هقلبهم مع بعض مع رشه ملح صغيره. كذا معايا. التركيه اللي جايه بقى بروتين حيواني اللي في الزبادي بتاعي. حلو؟ تمام. اقلبهم مع بعض يا عم الشيف سريعا واحطهم في قلب الطبق بتاعي. يبقى انا عملت سلطه الوانها مختلفه، فيها البنجر بقيمته الغذائيه العاليه جدا، مكونات الجرجير فيها عشان ولادنا ياكلوا الجرجير ويستطعموه، مع زبادي وطحينه. ليه حطيت زبادي مع الطحينه؟ عشان اكسر طعم الطحينه في سلطه البنجر. واحطها هنا كده اهو. شفت الطبق السلطه ده؟ تفاصيله كمان كتيره بجد، خاصه الكرنب جنبه بالوانه الطبيعيه يكمل بعضه. الف هنا وشفه كمان اللي ياكل من دي. حلقه النهارده فيها تفاصيل كتيره، فيها خبره طهويه، فيها حب للمطبخ، فيها ازاي تعملي مطبخ باقل تكلفه ممكنه ولكن الطعم طعم تاني والشكل شكل تاني. ولادك بيحبوا ياكلوا الاكل ده بره، ده الطبيعي. فجيت النهارده على المطبخ عملت من نص كيلو لحمه، عملت شويه برجر حلوين بطعم وشكل مختلف مع البصل المكرمل بتاعنا من خير ارضنا. عملنا طاجن لسان عصفور حكايه وتفاصيله كتيره، عملنا سلطه جميله، لوحه فنيه، الكلام ده باقل تكلفه ممكنه ولكن قيمه غذائيه عاليه جدا تعلو قمه الهرم. يعني رؤيه وفن وابداع بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه مع مطبخ متغير قليل التكلفه. اوعوا تروحوا بعيد ولا خلصنا الكلام ده من مزبيرو. شكرا. We'll be right back.